أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار. ترى ما هو رأي خبراء الاقتصاد بإقرار موازنة لثلاث سنوات المقبلة؟ وكيف حسبت بعد تثبيت سعر النفط وسعر صرف الدولار؟ وهي متغيرة كل يوم. وكم يبلغ حجم العجز بالموازنة ومع عدم وجود خطط استثمارية لسد هذا العجز؟ وإذا استمر بالازدياد ما هي خيارات الحكومة القادمة؟ البعض يرى أن في إقرار موازنة لثلاث سنوات مقبلة إيجابيات عديدة، منها القضاء على الفراغ المالي الذي يحدث كل عام نتيجة خلافات السياسيين واتفاقهم بعد تفاهمات تفضي إلى منافع حزبية يتقاسمونها فيما بينهم، ولكن الأكثرية ترى فيها سلبيات تصل لمرحلة الانتحار إذا تم تكرارها. وحين وعدت الرئاسات الثلاث بتقليص تخصيصاتها المالية اتخذوا قرارا بصرف 350 مليون دولار كمصاريف سنوية إضافية للبرلمان، كما تم إطفاء السلف الحكومية مع ملاحظة أنها لا تخص كبار المسؤولين. ولا ندري هل المكاتب الخشبية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية هي التي استلمت الأموال ووقعت على العقود من هذه المشاريع التي لم تلنون أصلا، أما من استلم الأموال هم كبار وصغار المسؤولين. كذلك نطرح تساؤلات، ما هو رد الحكومة على تقرير البنك الدولي الذي وصف بالمتشائم فيما يتعلق باقتصاد العراق؟ وما هي خطوات الحكومة لسد العجز المالي بعد بلوغه 49 مليار دولار وهو بازدياد مستمر؟ ومع ثقل الموازنة التشغيلية كيف ستوفر الحكومة رواتب لمليون درجة وظيفية جديدة تقريبا؟ وما مصير الموازنة إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل؟ كذلك جوانب أخرى نناقشها اليوم في حلقتنا التي تحمل عنوان موازنة العراق الثلاثية وأثرها على اقتصاد البلاد، مع ضيوفنا الدكتور رافع الفلاحي وكذلك الدكتور هدى فالح الكبيسي. نتابع مشاهدينا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار مع ضيوفنا. قبل بدء العطلة التشريعية وبعد ارتباك وخلاف طويل بين الكتل، صوت البرلمان في العراق على بعض قوانين الموازنة ليضمن بذلك تحويل الجلسة البرلمانية لمفتوحة تسبق العطلة التشريعية، وذلك مع بروز مخاوف من تفجر غضب الشارع المتذمر من تعطل عجلة الحياة في البلاد بسبب خلافات الأحزاب والكتل على مصالحهم المكتسبة من مخرجات الموازنة. كيفية التصويت ونوع المواد التي تم إقرارها مررت عقب لقاءات مكثفة بين زعماء الكتل السياسية، قال مراقبون إنها نظمت لضمان تقاسم المغانم، رغم أن اللجنة المالية عقدت 55 جلسة لمناقشة بنود الموازنة ومحاولة تقليل نسبة العجز فيها، إلا أن نسخة المسودة التي جرت بتوافق حزبي هي من عرضت على النواب قبل دقائق من التصويت وليس تلك التي قدمتها الحكومة وقيل إنها فقدت. وكما هي العادة في نظام المحاصصة، رتب قادة الكتل أحداث الجلسة مسبقاً فيما اختلفوا على بعض فقرات الموازنة، لذلك لابد من طرف آخر ليحل هذا النزاع. زعيم فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني كان هو صاحب الكلمة الفصل بشأن ما اختلف عليه من بنود الموازنة بحسب ما أكدت المصادر. وكغيرها من الموازنات السابقة التي كانت توصف بالانفجارية، لم تتضمن هذه الموازنة خطة اقتصادية شاملة توافق بين متطلبات التنمية وموقع العراق في السوق الاقتصادية العالمية، وإنما جاءت لتلبي المصالح الشخصية للأحزاب والكتل، كما أن اعتمادها لتكون لمدة 3 سنوات قد يوقع العراق في أزمة مستقبلية باعتباره يعتمد بشكل أساس على واردات النفط الذي تتأرجح أسعاره من سنة لأخرى وقد تهوي إلى مستويات خطيرة كما حصل عدة مرات في أعوام سابقة. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار وعنوانها موازنة العراق الثلاثية وأثرها على اقتصاد البلاد. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث في الشأن السياسي، مرحبا بكم دكتور. حياكم الله. مرحبا. أيضا يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة هدى فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية، نرحب بك دكتورة. مساء الخير عليكم. مساء الخير دكتور. نبدأ معك في حلقة اليوم من طاولة حوار، ولعل البعض
من محسوبين على الحكومة يقولون أن هناك جوانب إيجابية، ولماذا هذه النظرة السوداوية على موازنة التي أقرت لثلاث سنوات؟ على سبيل المثال مظهر محمد صالح مستشار المالي لرئيس الوزراء يقول أن تشريع موازنة لثلاث سنوات ستجنب العراق الدخول في الفراغ المالي. وزارتي المالية والتخطيط ستعملان على إجراء بعض التعديلات على فقرات الموازنة المالية ل 2024 و 2025. كيف ترد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك دكتور سنان، وأحيي الدكتور هداب فالح الكبيسي. الحقيقة عندما نتحدث عن أي موازنة يجب أن نقول بداية أن الموازنة يعني قانونها يعبر عن فكر وإيديولوجية صانع القرار في أي مكان، رؤيته، توجهاته، الإطار الذي يريد أن يكون عليه البلد، أو هكذا. نتحدث عن موازنة لبلد، فأنت تتحدث عن حكومات متعاقبة متشابهة منذ عام 2003 لحد الآن وصولا إلى هذه الحكومة، لا تختلف عن بعضها، نفس القوى السياسية، نفس العملية السياسية، نفس التوجهات، نفس المدخلات والمخرجات. أوصلوا العراق إلى واحد من أكثر البلدان يعني فشلا في العالم، أكثر البلدان فسادا، أكثر البلدان خرابا، أسوأ مدن، فقر أعلى ما يمكن، أمية، عطالة. العراق ثالث بلد بعدد العاطلين عن العمل. هذا كله نتاج لهذه السياسات، لهذه الحكومات. فبالتالي الفكرة الذي صاغ الموازنة لا يخرج عن هذا الإطار. فأنت تنظر إلى الفكرة الذي يصوغ هذه الموازنة وتقيس عليه، فبالتالي ستجد ثغرات كثيرة، ستجد أن القوى نفسها التي أنجبت كل هذا الفساد وهذا الخراب وهذا الدمار الذي يعاني منه العراق منذ 20 سنة، ضياع أكثر من 1.5 تريليون دولار في مشاريع وهمية، في سرقات، في فساد، في خراب. ما الذي تغير؟ يعني ما الذي تختلف عن هذه الحكومة عن باقي هذه القوى، هذه العقول التي صاغت هذه الموازنة؟ ما الذي يجعلها مختلفة عن الموازنات السابقة؟ سوى أنه في ثلاث سنوات ربما هم يتباهون بهذه القضية. وهذه القضية الحقيقة فيها اعتبارات كثيرة يجب أن نتوقف عندها. والدكتورة هداب يعني خبيرة اقتصادية وتستطيع أن يعني تستفيض في هذا الموضوع، لكن أريد أن أقول من وجهة نظر سياسية واقتصادية عامة، أقول أنه هذه لديها فيها اعتبارات كثيرة، في اعتبارات اقتصادية، أنه نحن يعني البلدان التي تعمل هكذا الرؤية، البلدان التي تعمل موازنات طويلة الأمد، يعني كل الموازنات هي يضعوا لها منهاج سنوي، لأنه يحسبون الواردات والمصروفات وكيف حجم الواردات والتغيرات. وربما بعض الدول قد تلجأ إلى موازنات طويلة الأمد، لكن لديها صناعات ولديها تجارة ولديها زراعة ولديها موارد أخرى تضيف إلى الدخل القومي، الدخل الوطني، الدخل الإجمالي، موارد كبيرة، وحاسبيها بحسابات دقيقة جدا، ويعرفون حركة السوق وهذه السلع كيف ستنتج وماذا سيكون عليها بعد عام وبعد عامين وبعد 3 أعوام هكذا. وكثير من الدول، كثير من الدول حساباتهم حتى في قضايا الطرق، المواصلات، البيئة، الصناعة، الزراعة، محسوبة ل 25 و 30 سنة و 50 سنة إلى الأمام، المستقبل. كلها خرائط موجودة وخرائط مستقبلية، لكن احنا ما عندنا هذه القضية حقيقة. احنا لدينا نفط يباع وتجي وارداته وندخلها تتوزع على الشعب بهذه المصيبة. وهذه السلعة سلعة قابلة زيادة، يعني لا تستطيع ان تتحكم بسعرها. سعرها اليوم 100 دولار وقد ينزل الى 10 دولارات 20 دولار غدا هكذا. فأنت أمام حالة لا يمكن أن تعتمد عليها ولا يمكن أن تراهن عليها بهذه الطريقة. إضافة إلى هذا، إذا كنا نتكلم عن العامل الاقتصادي بهذا الطريق الاعتبار، اعتبارات السياسية أيضا التي تراها إيجابية. لا، أنا أراها سلبية. الاعتبارات السياسية التي تراها إيجابية، نعم، لا أجد إيجابيات لكن سلبيات كلها. نعم. الحقيقة أنت أمام قوى هي البرلمان اللي هي يعني
الذين هم يراقبون. نعم. هي الجهة الرقابية. هذه الجهة الرقابية عندما تكون المدة طويلة قدرتها على الرقابة تضعف مع مرور الوقت تضعف. إذا كانت تراقب أصلا. إذا كانت تراقب أيضا. فهي الجهة الرقابية، الجهة التشريعية هي الجهة الرقابية التي تراقب الصرفيات الحكومة، منهاج الحكومة، كيف هذه الموازنة، كيف تتصرف مع الحكومة. عندما يكون المدة طويلة ستضعف الرقابة، ستدخل بها عوامل كثيرة. هذه واحدة من العوامل المهمة جدا، إضافة إلى أن القوى السياسية، وهكذا افترض إذا من وجهة النظر السياسية، أن القوى السياسية العالم في تغير والعراق أيضا في تغير، هناك متغيرات كثيرة. فأنت فكرك سياسيا يتغير مع وجود العالم، مع وجود سلعه، مع وجود توجهاته، فيجب أن تصيغ سياساتك بتغير. أنت مستعد للتغير دائما بفكرك وتوجهاتك ورؤيتك. فلا يمكن أن تضع قالبا محددا وتعتمد أنه وزارة المالية ستجري عليها تعديلات. وهذه التعديلات أنت يمكن تحتاج إلى موازنة جديدة بشكل آخر. طيب نعم، فهذه جزء من عدها وستتكلم عن أجزاء أخرى. نعم. في هذا الخصوص دكتور هداب أهلا بك. يعني الموازنة الحالية تعد الأعلى في تاريخ البلاد، قرابة 153 مليار دولار لكل عام، بعجز مالي يقدر حتى الآن ب 49 مليار دولار، وكان في عام 2021 19 مليار، ازداد الضعف في سنة واحدة. ولكن المشكلة أنه النائب عن اللجنة البرلمانية جمال كوجر يقول أن الموازنة ثبتت على سعر 70 دولار البرميل، 1300 دينار للدولار الواحد كسعر صرف، وكذلك ثبتت على تصدير البلاد ل 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا، من ضمنها 400 ألف برميل من حقول كردستان. ما خطورة أن يتم إقرار موازنة لثلاث سنوات وقد ثبت سعر النفط وسعر الصرف في بلد مثل العراق؟ نعم، تحياتي لكم دكتور سنان ولضيفك الكريم دكتور رافع. يعني في الحقيقة مثل ما طرق دكتور رافع، يعني خليني أبدأ يمكن بسعر النفط اللي هو تم وضعه بحدود 70 دولار للبرميل. يعني أكو شيئين في العراق لا يمكن أن تتحكم فيه من الناحية الاقتصادية، دعنا من الأشياء الأخرى، ولكن من الناحية الاقتصادية هو سعر البرميل من جهة، ومن جهة أخرى لا نستطيع أن نتحكم في سعر الصرف، سعر الصرف الدولار مع العملة دينار العراقي. هذين الشيئين لا يمكن للحكومة العراقية وللاقتصاد العراقي وللمتخصصين والمستشارين ولكل ما هو موجود في الكابينة الحكومية في العراق تستطيع أن تتحكم فيه. هناك قوة إرادة خارجية تتحكم في هذين الأمرين اللي هو سعر البرميل. طبعا هنالك عوامل قد تكون اقتصادية ولكنها سياسية أيضا بالدرجة الأساس، وكذلك بالنسبة إلى سعر الصرف. إذا هنا نحن بدأنا بمشكلة، عندما لا نستطيع أن نتحكم بشيء هنا المشكلة ستبدأ أمامنا تتدحرج شيئا فشيئا وبالتالي ستكبر. كما ذكرتم في تقريركم وكما ذكرت حضرتك دكتور سنان، يعني هذه الموازنة التي تصل إلى 153 مليار دولار، هذه الموازنة مقسمة ما بين تشغيلية، والتشغيلية حوالي 75% والاستثمارية 25%. يعني إحنا صرنا ومشينا على هذا الشاكلة منذ أول ما وضعنا الموازنة إلى حد يومنا هذا، أي بعد 2003، نحن نسير بهذا التقسيم 75 تشغيلية 25 استثمارية. ولا أعلم لماذا لم تتغير. نحن بلد بحاجة إلى استثمار، بحاجة إلى أن نعمل على وضع الخطوات الأساسية الصحيحة وحجر الأساس في عملية الاستثمار إلى حد يومنا هذا. وبالتالي كما ذكرتم أيضا في أننا في مواجهة موازنة لثلاث سنوات، أي 2023 24 و25، وبالتالي تكرار أرقام هذا الرقم الكبير في كل موازنة من الموازنات بالإضافة إلى هذا العجز الكبير، فبالتأكيد سيؤدي إلى
يعني نوع من أنواع الانهيار، ولكن هذا الشيء لا يستطيع أن يشعر به الاقتصاديون أو المتخصصين أو أصحاب القرار في الحكومة العراقية. يتوقعون أنهم يستطيعوا أن يتخطوا كل هذه الأشياء، ولكن في حقيقة الأمر لا يمكن التخطي. التخطي سيحدث عن طريق عبور القوانين المسموح بها، عبور قانون الإدارة المالية، وسأأتي بالكلام كيف. نعم. يعني هذا اللي ذكرته حضرتك اللي هو العجز 49 مليار دولار، نعم صحيح. طيب. ولكن كيف لي أن أتعامل به؟ كيف لي أن أتعامل مع هذا الرقم وبالتالي أستطيع أن أحل مشكلته؟ مشكلته هو الحل، يعني الطريقة البروسيس مالته، اللي الطريقة اللي راح يعملون بها هي بالشكل التالي. الشكل أنه 66% سيكون الحل عن طريق القروض الداخلية والخارجية. طيب نعم إحنا طيب يعني دكتورة عفوا قبل أن ندخل بموضوع العجز، هناك سلبيات أخرى سنناقشها عن الموازنة، وهي أن هناك ما يسمى الأعباء الثابتة تشمل الرواتب، استيراد الغاز، الرعاية الاجتماعية، تكاليف جولات التراخيص النفطية، تناهز في كل سنة 99 مليار دولار، أي ثلثين الموازنة. وكذلك المشكلة تكمن في عدم إمكانية تخفيضها خلال السنتين المقبلتين 2024 و2025، ولا سيما أن الموازنة تعتمد على إمكانية تصدير النفط فقط. فبالتالي وجود 100 مليار تقريبا من الموازنة تذهب تشغيلية، ما خطورتها على السنوات المقبلة، خصوصا أن أوبك بلس تريد أن تخفض إنتاج وتصدير النفط من العراق. فبالتالي العراق اليوم أمام أي موازنة اليوم؟ نعم، يعني أكيد هذا الشيء يعني هو واحدة من جزء من مشكلة كبيرة نحن نعاني منها في هذه الموازنة وفي الموازنات السابقة، وبالتالي حتى لم يتم حلها. نعم ازدادت الأرقام بشكل جدا كبير ما بين 2023 و2021، لأننا لا يوجد لدينا موازنة ما بينهما في 2022. في حقيقة الأمر النفقات التشغيلية في 2021 كانت 60 مليار، في حقيقة الأمر في موازنة 2023 تصل حتى إلى 115 مليار دولار. نعم. بدل ما كان يتم تخفيضها أو يتم تقليص كما ذكرتم في تقريركم الأيدي العاملة أو يعني القضاء على البطالة، تشغيل نصف مليون قد يصل إلى مليون، أساساً سوق العمل يدخل به أقل معدل هو 750 مليون. حتى الوظائف التي تم تحديدها أو يعني كرقم ما هي نوع هذه الوظائف؟ لم يحدد ما هي الوظائف هذه، أين سيتم خلق هذه الوظائف، في أي جهة من الجهات، في أي وزارة من الوزارات. هذا أيضا جزء من المشكلة جدا كبيرة. وبالتالي حتى يعني يلاحظ في نقطة أساسية، ترى بالنسبة بما يخص الجوانب الاجتماعية والحماية الاجتماعية إلى آخره، في موازنة 2023 هي أقل مما كانت عليه في موازنة 2021. ومع هذا فالميزانية التشغيلية في 2023 هي كبيرة جدا، كبيرة باعتبار يوجد حتى عدد المتقاعدين ازداد. كيف ازداد بين هاتين السنتين؟ يعني الواحد تستوقفها مجموعة من العوامل، كيف ازدادت هذه النسبة؟ كيف تزداد عدد الموظفين؟ نعم يقال بتوقف أنه راح يصل إلى 6 ملايين أو أكثر من ذلك من 6 ملايين. إذن نحن أمام مجموعة من المشاكل تخص النفقات التشغيلية بالدرجة الأساس، وإذا ذهبنا إلى النفقات الاستثمارية فهو ذو حجم صغير جدا لا يتناسب مع وضع الاقتصاد العراقي وحاله. وبالتالي حتى ننهض به كان يجب أن تكون على الأقل 50% من الموازنة للجانب الاستثماري و50% للجانب التشغيلي. وعلى أن لا يتم، يعني لاحظ لو ترجع للمسودات دكتور سنان، لو ترجع للمسودات الموازنة 2023 راح تجدها في أرقام مختلفة لحد ما وصلت 153، كانت 135 فترة، كانت 145 في فترة أخرى، وحتى وصلت إلى 153 بدل من تصغير هذا الرقم، ولكن بقي هذا الرقم على حاله وتم أيضا تضخيمه. وبالتالي هذا ما حدث لدينا، أنه موازنة تشغيلية كبيرة جدا ولا نستطيع أن نتعامل معها في سنة واحدة، فكيف لك أن تتعامل معها على مدى 3 سنوات؟ طيب دكتور، سيتم تكرار الأرقام، هنا السؤال. نعم دكتور رافع،
نبدأ مما انتهت به الدكتورة، تقول أنه يجب أن تكون الموازنة الاستثمارية 50% ب50%. الموازنة خصصت قرابة 38 مليار دولار سنويا في مشاريع بناء الطرقات، قطاع الإسكان، المدارس والمستشفيات، ولنقل أنها من أجل رفد الاستثمار، تحسين الطرقات، تحسين البنية التحتية من أجل تشجيع الاستثمار. السؤال هنا، ما الضامن لإنجاز هذه المشاريع التي خصص لها 38 مليار وعدم ضياع الأموال، خصوصا أنه لجنة النزاهة لم تكشف عن أي سرقة منذ 2003 وحتى الآن، وحتى سرقة القرن نور زهير تم رفع حجز الأموال والعقارات عليه وعلى زوجته، ولا يوجد على أرض الواقع أي بنى تحتية، والسؤال ربما الكهرباء أين أموالها؟ دكتور سنان، قبل أن أجيبك على هذا أريد أن يعني فقط أضيف أو أعقب على يعني ما قالته الدكتورة هدى، وهو كلام دقيق. شيئين احنا ما نقدر يعني نتحكم بهن، لا سعر النفط، سعر برميل النفط، ولا سعر صرف الدولار، وايضا لا نستطيع ان نتحكم يعني حضرتك، يعني ما نقدر نثبتهم. نعم، وانت ايضا اشرت اليه حضرتك، انتاج النفط، ايضا كميه انتاج النفط. يعني اليوم ننتج 3.5 ملايين برميل، لكن بعد ايام قد الاوبك تجبرك على تخفيض التخفيض، او السوق لا تستوعب هذا فانت تضطر للتخفيض. هذا التخفيض سيؤثر على الاموال الواردات التي جاي التي تاتيك، فبالتالي تضطر ان تغير بشكل كل الموازنه. لانه الحسابات اختلفت. هذه النقطه. النقطه الثانيه التي اشارت اليها الدكتوره هدى، قالت انه يعني او حضرتك الان تسال عنها، لماذا لا نجعل الموازنه 50% و50؟ نحن لدينا، وانت حضرتك اشرت لها، نحن لدينا عدد كبير من الموظفين، لدينا مصيبه كبيره من عام 2003 لحد الان نشتغل بدون سياسه اقتصاديه، سياسه عشوائيه. لا سياسه اقتصاديه، كل الاحزاب توظف من لديها بالدوائر لكي تجعل منه جمهور تستطيع ان تسيطر عليه، بأن تتحكم بمورد المالي الشهري وتضغط عليه في أي وقت، سواء بالانتخابات، سواء بالتظاهرات، سواء بأي شيء، لكي يكون حاضنا لها أو تتحكم به. وهذه الأحزاب لديها جماهير، تريد أن تصنع لديها جماهير، فجاءت كل التعيينات لا يمكن الآن، ومن يتحدث عكس هذا فهو كاذب ومحاولة للتضليل. من يريد أن يتعين في أي دائرة من دوائر الدولة، من الوزير إلى الخفير، كلها عن طريق الأحزاب، هذه كلها عن طريق قوى العملية السياسية. لا يمكن أن يأتي واحد من خارج هذه، أنت حتى البواب اللي في أي مؤسسة يجب أن يتعين عن طريق هؤلاء. هاي حقيقة، هذه لا يمكن إنكارها. فبالتالي هؤلاء جمهورهم، العدد وصل إلى 7 ملايين مع الرعاية الاجتماعية، مع المتقاعدين ربما يصل، والآن هذه التعيينات اللي بالموازنة اللي أشاروا لها حوالي مليون راح يوصل إلى 8 ملايين. فبالتالي أنت التشغيلية عندك تزداد، تبقى لا يمكن أن تخفضها وتسويها 50% حتى موردك ثابت، أكو استثمارية 50%. موردك يعني الآن لو انخفض سعر النفط، دراسات كثيرة تقول أنه انخفض سعر النفط، هم محددين سعر النفط 70 دولار، إذا انخفض للـ60 ربما لا يستطيعون توفير رواتب أبداً للموظفين أبداً. صح، هذا واقع الحال. فبالتالي أنت أمام معضلة كبيرة وعملية مدروسة للخراب، يعني ليست هناك سياسة اقتصادية. فالنقطة الأخرى، أنت مهما حضرتك الآن أشرت إلى مبلغ لمخصص 38 مليار للطرق والمستشفيات، هم لديهم عجز حوالي 45%. قانون إدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 يقول أنه يجب أن تكون العجز لا يزيد عن 3%، الآن 45%، يعني النصف تقريبا. طيب من يسدون هذا العجز؟ أشارت دكتورة هداب، قالت من ديون خارجية أو داخلية، أو داخلية، أو الطريقة الثانية أن يقلصوا، يأخذوا من الاستثمارات لكي يضيفوا المبالغ اللي مخصصة الاستثمار، هي هاي يعبرون عليها، وهي في كل سنة يعملونها. فبالتالي هذه المبالغ المخصصة للاستثمار هم الذين يتحدثون عنها، هذه على الورق فقط، سيتجاوزون عليها وسيأخذونها لصالحهم، لكي يسدوا الرواتب، لكي يسدوا حاجاتهم، السرقات، الفساد، الخراب، هذه كلها يحتاج أموال. إذن عملية، أنت ليس لديك تنمية، ليس لديك
موارد أخرى غير النفط، يعني أنت ما عظمت الموارد الأخرى التي يعني ممكن أن تقلل من اعتمادك على النفط أبداً، ما عندنا. نعم. ما هي الموارد التي لدينا؟ ليس لدينا صناعة، انتهت الصناعة في العراق نهائياً، قطاع خاص ما عندك، قطاع خاص بأي شكل من الأشكال ما عندك، زراعة منتهية، بلد مفتوحة أبواب الاستيراد، كل بضائع مستوردة، بلد معتمد على الاستيراد فقط، يعني يعتمد على الدول الأخرى، ما تنتجه الدول الأخرى هو يدفع أمواله بالدولار بما فيها الكهرباء، بما فيها غاز، بما فيها، هو بلد منتج. عدد الفقراء عالي جدا، يتحدثون الآن عن 13 مليون تحت خط الفقر، يتحدثون عن 9 ملايين حتى في الرعاية الاجتماعية، يتحدث رئيس هيئة الرعاية الاجتماعية يقول يعني نفكر بتسعة ملايين واحد مشمولين بالرعاية الاجتماعية. المشمول بالرعاية الاجتماعية 9 ملايين، يعني ذول تحت خط الفقر، هذا ما يلقى خبزة يومه، لأنه إيش قد مبلغ الرعاية الاجتماعية؟ أصلاً 120 دولار تقريباً، فهذا ما ملاقي يعني خبزة يومه. إذن لدينا إحنا ثالث بلد بالعالم بعدد العاطلين عن العمل، 15 وكذا ونص بالمية، 15.5% بالمية من العاطلين عن العمل، هذا قدامنا بس الصين وما أعرف منه دولتين. نعم. أخرى، فإحنا في حالة غريبة عجيبة. أنت لا تستطيع بطالة عالية وترتفع البطالة، وسنويا أشارت الدكتورة هداب قالت 750، من 750 إلى 800 ألف يد عراقية جديدة تدخل إلى سوق العمل. صح. وهذول كلهم عاطلين عن العمل، إيش قد تقدر تأخذ من عندهم؟ وين سوق العمل إذا لك مصانع ولا معامل ولا شركات؟ فبالتالي أنت ستقلل من حجم، وين توديهم؟ فأنت ليس لديك لا معامل ولا صناعة. هذه المواد التي تحتاجها، اللي يتحدثون عن صناعة وزراعة، تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى بنى. ثانيا حتى تستثمر يجب أن تكون البيئة آمنة وبيئة مستقرة. بريطانيا وأمريكا التي احتلت العراق تكتب لمنشورات معلنة في كل الدنيا تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق. صح. لأنه غير آمن. نعم. فكيف بالاستثمار إذا هذه الدول التي احتلت العراق وهي من تساند هذه العملية السياسية، تساندهم هؤلاء وتدعو العالم كله إلى مساندة هذا النظام، تحذر مواطنيها من المجيء إلى العراق. إذن بيئة غير مستقرة. نعم. بيئة ميليشياوية، لا يمكن، يعني لا يمكن هذا الموضوع فيه خلل كبير وفيه محاولة لتضليل الناس. نعم. مشاهدينا مستمر معكم في طاولة حوار، نأخذ فاصل قصير ونواصل معكم الحلقة. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. مجددا الترحاب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من طاولة حوار، ونتوجه بالسؤال إلى الدكتورة هدى. دكتورة، لعل من ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل السيطرة على الموازنة وتخفيض العجز هو فرض الضرائب الجديدة على المواطنين، 5% على عوائد مبيعات اللتر الواحد من البنزين، 10% على زيت الغاز أو الغاز، 15% على الوقود المستورد، 1% على مبيعات النفط الأسود. عضو اللجنة المالية جمال كوجر يقول أن الدولة حالها حال أي دولة، يعني دولة العراق أي دولة في العالم، تفرض الضرائب عندما تقل موارده، ولكن يؤكد بالحرف أنه سيكون المواطن هو الضحية وليس الحكومات. السؤال هنا، إذا كانت إيرادات النفط في عام 2022 حققت
15 مليار دولار كأعلى إيرادات وصلت إلى العراق. لماذا تكون هناك عجز ولماذا تفرض الضرائب في وقت حقق العراق 115 مليار دولار كعائدات نفط؟ نعم، يعني هذا جزء أيضا من الخلل الفكري في مسألة الموازنة، بمعنى أنه أن أتجه بالضرائب على المواطنين وأترك حساب الضرائب الحدودية والمنافذ اللي يأتي منها المليارات وبالتالي قد تصل إلى 40 مليار دولار، وأرجع على المواطن اللي هو يمكن أفرض عليه المشتقات النفطية مثل ما ذكرت حضرتك حسب التسلسل لكل نوع من أنواع المشتقات النفطية، وأيضا هنالك ضريبة رسوم مطار وضريبة على الفرد عند خروجه من المطار وإلى آخره. يعني هذه مجموعة الضرائب هي كلها في حقيقة الأمر ما تشكل فد رقم يعني جيد في دعم الموازنة، ولكن تثقل كاهل المواطن. كان على الدولة أن تفكر بالمنافذ وتفكر بالموارد الغير النفطية الأخرى والموارد الضريبية التي تستطيع أن تعمل على أن تستقيها من جهات مختلفة من شمال إلى جنوب العراق، أفضل لها مما أن تتوجه هذا التوجه. وهذا التوجه هو أيضا يعني هو يعني حتى احنا نرجع الى يعني نقطة أساسية يمكن ايضا ذكرناها قبل شوية بالنسبة لأسعار النفط والى اخره، حتى تحصل الدولة على إيرادات، لكن هذه الإيرادات التي يعني ستفكر الدولة في الحصول عليها، حتى صندوق النقد الدولي أشار إلى الحكومة العراقية أنه يجب أن يكون في خضم هذه الحالة اللي احنا فيها وفي هذه الموازنة التي نحن فيها الآن يجب أن لا يقل سعر برميل النفط عن 96 دولار للبرميل الواحد، بمعنى أنه هذا يلا يأتينا بمجموعة هذه الإيرادات. فبالنتيجة هذه الضرائب التي نحن نتحدث عليها هي سوف لن تشكل يعني مقدار جيد في مجمل الموازنة المالية، ولكن ستشكل عبء على المواطن، وهو أساسا المواطن يعاني من مشكلة. وبالتالي ما دام أنا لا أنظر على الوضع الاقتصادي بشكل عام، نحن بحاجة إلى نمو اقتصادي، والنمو الاقتصادي هذا يجب أن لا يقل عن 4.5%، وحتى هذا اللي محدد بالموازنة أنا لا أتفق معه، لأنه يجب أن يكون نسبتها أعلى مثل ما بدأت الصين في أول يعني تطورها الاقتصادي، كانت النسب المئوية تصل إلى أكثر من 10%. دعنا الآن لا نقول 10%، ولكن حتى لو بقينا بالنسبة 4.5%، يشير صندوق نقد الدولي إلى أنه معدل النمو الاقتصادي للعراق في هذه السنة هو 3.7%. إذن كيف لنا أن نحدد نحقق نمو اقتصادي ونحقق مشاريع وبالتالي نزيد الأيدي العاملة تصل إلى 500,000 أو إلى 1,000,000، وبالتالي نستطيع أن نعمل على نستطيع أن نستقي ضرائب إذا هو الفرد ما عنده دخل؟ كيف نستطيع أن نقوم بكل هذه العمليات؟ هذه مجمل هذه العمليات هي تقع تحت مسمى الاستدامة للفساد. طيب دكتور، من هذه النقطة الإيرادات غير النفطية، يقال أنه أوبك بلس تريد أن تخفض الإنتاج النفط إلى 5% يقل في 2023، بالمقابل هناك تفاؤل مفرط بأن الإيرادات غير النفطية في الموازنة تبلغ 17 تريليون دينار عراقي، ولكنها في عام 2022 كانت 7، ولم يحدث أي طارئ جديد على الواردات غير النفطية. من أين جاء هذا التفاؤل ومن أين قفز الرقم من 7 إلى 17؟ سنان، لذلك أنا في بداية هذه الحلقة قلت لك أن الموازنة تعبر عن فكر وإيديولوجية صانع القرار. صانع القرار في العراق لدينا أكثر مصنع، لدينا رؤوس عديدة هي التي تتحكم في العراق. أولا الرؤوس الخارجية إقليمية ودولية، إيران وأمريكا، وبالداخل هناك أحزاب تتحكم بالعملية السياسية، هناك الشمال بشكل آخر. أنت لا تستطيع، إضافة إلى هذا الفكر الذي يحكم العراق فكر شاذ، بمعنى أنه كل المنافذ الحدودية غالبيتها هي ليست بيد الحكومة. يعني سلطة الحكومة، يعني وين المساحة التي تمتد إليها سلطة الحكومة الحقيقة؟
لا توجد، يعني الحقيقة وهمية، هي يعني تحاول أن تتقوى على المواطن بالسلاح وبهذه الاستعراضات وبالكلام وبالميليشيات، لكن واقع الحال هذه الميليشيات تسيطر على غالبية هذه المنافذ الحدودية، كل واردات هذه المنافذ الحدودية تذهب لهذه القوى الميليشياوية، وهذه القوى الميليشياوية لا تستطيع أي حكومة من هذه الحكومات التي قامت مثل ما تقول الميليشيات بجهودنا، يعني هي الميليشيات تقول وتتبجح تقول نحن من يعني من أنشأنا هذه الحكومة، نحن من وضعنا رئيس الوزراء، ويهددون ويقولون هذا بشكل واضح. قيس الخزعلي يقول إنه هذه الحكومة احنا اختارينا. قيس الخزعلي منه؟ قصفه بيت مصطفى الكاظمي، وهذا واضح. فبالتالي هذه الميليشيات وهذه التحكم، لذلك قضية تهريب العملة وكذا ماشية، دخول المخدرات ودخول السلع ودخول كل شيء إلى العراق والسلاح وغيره والتهريب والمتاجرة بأي شيء، هذا كله عن طريق هذه المنافذ الحدودية التي تتحكم بها قوى ميليشياوية لا تستطيع الدولة، لا تستطيع، ماكو دولة، لكن لا تستطيع السلطة أن تتحدث معهم، لأنه هم من يملكون السلطة، هم مالكين السلطة. فبالتالي هذه يجب أن تخرج خارج، يعني لا حديث عنها، من يتحدث عنها يتحدث هذه 17 ما أعرف إيش قد تسوي هالقد بالموازنة، كذبة كبيرة. غير نفطية ايش عندنا احنا واردات؟ ما عندنا، لذلك النفط لا يشكل 95%، لا 100%، لأنه هذه الموارد اللي يتحدثون عنها من النفط، ما عندنا غيرها، لا عندنا، يعني ليس لدينا زراعة لكي ننافس بالأسواق وموجودة، ما عندنا، ليس لدينا صناعة نهائيا، انتهت القضية، نحن بلد مستورد معتمد على استيرادات فقط، ومنافذنا الحدودية التي يعني قد تأتي بواردات عالية مثل ما تحدثت دكتور هداب قد تصل إلى 40 مليار، هذه مو بيدينا، هذه بيد ميليشيات، والميليشيات هذه مملوكة لإيران وتتحكم جزء منها إلها وجزء لإيران، مشكلة كبيرة هذه. وهذا لذلك أنا أقول يعني من يضع الموازنة يضعها بفكرة وتوجهات الأيديولوجية، هذا الفكر الذي يصنع مثل هذه الموازنة الكسيحة بهذه الطريقة. أما يكذب بأرقام يقول هل قد عوائد غير نفطية، كذب، هذه الحقيقة، هذه كذبة كبيرة جدا جدا. وعلى فكرة طبعا هو سعر النفط مو مبيوع $70، ما محددي $70، هو المبلغ أكبر من هذا، أكبر من السبعين، لكن شركات استخراج النفط تأخذ أموالها وتأخذ نسبها وعمال بها. على فكرة يعني القطاع الوحيد اللي بالعراق اللي يأتي بالأموال هو القطاع النفطي، حجم العاملين به من العراقيين لا تجاوز 1%، أقل من 1% من العراقيين، وباقي العمالة كلها أجنبية، كلها هاي الشركات هي بعقود التراخيص، هذه مو يعني لم يجبروا العراق عليها، يعني بعقود التراخيص هي مفروضة عليهم، مفروضة هي بالقضية. يعني مو جديدة، مو جابوا وإحنا نظاهر قدامهم، طلعوا لنا ذول الهنود وطلعوا لنا ما أعرف منهم اللي جايبيهم وطلعوا لنا التايلنديين وخلوا عراقيين، لا ما يقدرون. هذه بعقود التراخيص موجودة، والشركات تجيب عمالها وهي تشتغل بهذا الشكل. فبالتالي هذا الوضع، لذلك أقول ماكو سياسة اقتصادية، هناك عشوائيات، هناك فوضى، وهي هذا يشمل السياسة العامة أيضا. اللي تحاول تكذب علينا بهذه الموازنة، ثلاث سنوات من الخراب والدمار لسلع، أنت حتى لحد يسأل السنتين الجاية شنو، والله حتى لا تصير إنه فراغ مالي، ما أنت مصيبة، كارثة، أنت تعظم الفساد وتعظم الخراب وتعظم الدمار، وهناك فقرات كثيرة تحدث عن الأموال التي مهدرة بالسلف وغيرها، ممكن تحدث عنها. طيب على ذكر السلف، يعني دكتور هداب، اليوم العجز الموجود داخل الميزانية أو الموازنة الحالية 49 مليار دولار، يشكل 34% من الموازنة العامة. طيب وزارة المالية تصدر توضيح بما يخص إطفاء السلف الممنوحة لموظفي الدولة من 2004 ولغاية 2021 واللي تبلغ 100 مليار دولار، توضح أنه موضوع إطفاء السلف يتعلق ب يعني هي المادة رقم 16 تخص السلف الحكومية وليس السلف الممنوحة للموظفين أو كبار المسؤولين. الباحث العراقي بمركز الدراسات الاستراتيجية منقذ داغر يقول أن النقطة الأكثر إيلاما في الموازنة تتمثل بالمادة 16 واللي نصت على إطفاء السلف في هذا التاريخ بمقدار 100 مليار، بما يعد شرعا للفساد
في البلاد، 100 مليار يتم إطفائها مع عجز وجود 45 أو 49 مليار، ليش ما يتم إطفاء العجز من السلف الممنوحة بدون ما تكون أصلاً أكو مشاريع؟ نعم، يعني أرجع للإصطلاح اللي ذكرته قبل قليل، هذا جزء من استدامة الفساد، بمعنى استدامة المالية للفساد، بمعنى نعم. إحنا بدأنا بهذه أو بدأوا هم بالسلف في وقت ما من 2003 إلى حد 2023 بغطاء غير قانوني، وبالتالي تم وضعها بغطاء قانوني في الموازنة لحل هذه المشكلة، وبالتالي لأنه إطفاء هذه السلف في حقيقة الأمر قانونيا لا يصح ذلك، لا يصح أن تعمل الدولة على إطفائها، ولذلك جاءت وزارة المالية لكي تبين بأنها تخص بعض المشاريع إلى آخره حتى تعمل على لفلفة الموضوع. نعم. هذا الشيء هو غير صحيح، وبالتالي يعني جزء من مشكلة الحسابات المالية في العراق التي لا نستطيع أن نعلم كيف يتم حسابها، لأنه لا يوجد حسابات ختامية منذ سنوات، هذا جزء جدا كبير. والجزء الآخر أنه حيضطر الدولة مثل ما ذكرت حضرتك بالنسبة للعجز الذي يصل إلى 49 مليار دولار، ستضطر الدولة إلى الاقتراض، هذا الاقتراض سيكون داخلي وخارجي. هذا الاقتراض، بس لو تسمح لي الدكتور سنان، انه ايضا سيجنح في قانونه الداخلي. 5 مليارات المسموح به هو راح يقترض 7.6 مليون دولار، 7 مليار، يعني 7 مليار خلينا نقول تقريبا حوالي 8 مليار، هذا القرض الداخلي. القرض من اي جهه راح يتم اقتراضه دكتوره؟ الداخلي. نعم. من اي مؤسسه، من اي وزاره ممكن ان يقترضه؟ نعم، الداخلي يكون من بنوك، من مؤسسات متعارف عليها ماليا تتعامل مع الدولة، مع الحكومة. نعم. يعني هذه مجموعة من البنوك هي تتعامل وياها، ويتعامل وياها البنك المركزي. لكن النقطة الأساسية الأخرى، الاقتراض الخارجي أو حتى إن مشي العجز اللي ذكرت لحضرتك، المشاريع اللي راح يعملون بها اللي تصل إلى 38 مليار دولار إلى آخره، حسب منها 13 مليار، حسب منها هو المسموح 13 مليار، هي راح تصل إلى استثمارات إلى 23 مليار، أيضا هذا خرج القانون عنها، هو المسموح 13 مليار أن نقترض راح تصل إلى 23 مليار. هناك جزء آخر مهم، أن المال الموجود في وزارة المالية في الحسابات الأخيرة كان يفترض أن يكون 20 مليار، أيضا هي تستطيع أن تستفاد منه، الآن يقال أنه 17 مليار دولار، أنا أتكلم هنا بالدولار، 17 مليار دولار في حقيقة الأمر، حتى 3 مليارات أين ذهبت، كيف تم التعامل بها خلال هذه السنة لا نعلم. إذا رح توفي قانون الاقتراض بهذا الشكل بين داخلي وبين خارجي وبين ما موجود لدى وزارة المالية. دكتور عفوا في سؤال، يعني نعم. 38 مليار دولار بناء طرق وقطاع سكان. نعم. ومدارس ومستشفيات، هذا الرقم بالنسبة للناس ربما يجهلون كيف يتم تخصيصه، بناء اعطاء للشركات، اخذ مناقصات كذا، ولكن برج خليفة لما بنى كان بمليار ونص، مليار ونصف. طيب هذا المبلغ الكبير اللي بنى بأعلى برج بالعالم، مليار ونصف، طيب 38 مليار شنو اللي راح يبنون بيها؟ يعني هو هنا هاي النقطة، هنا التساؤل، أولا ما معروف شنية الأشياء اللي حيتم البناء بها، ثانيا هذا الاقتراض اللي شمله جزء منه هم من الاستثمارات الموجودة، هذا الشيء أيضا غير واضح، يعني هنالك ضبابية في هذا الموضوع، وبالتالي مثل ما ذكرت حضرتك ماذا سيتم يعني بناء، شنو نوع الاستثمارات التي سيتم العمل بها والأخذ بها، هنالك مشاريع كانت يعني باقية. لو نرجع إلى يعني دكتور عفوا، حتى مشاريع الإسكان الحديثة تباع بأغلى المبالغ للمواطنين، ليس هناك وحدات مجانية. نعم صحيح، نعم صحيح، وهنالك مشاريع منذ زمن سيد عادل عبد المهدي إلى حد يومنا هذا أيضا لم تكتمل، وبالتالي هي هذا جزء من قولبة المشاكل وتحجيمها من جهة المواطن لا يعلم ماذا يحدث، ومن جهة الأخرى هي تكبر
وبالتالي يستطيع لا يستطيع المواطن معرفة ماذا يدور بالتأكيد يعني، ولكن الحكومة كذلك تصل إلى مرحلة لا تستطيع كيفية التعامل مع هذه القروض، وبالتالي هي خارج عن قانون الإدارة المالية رقم 6 لـ 2019. إذا نحن الآن في هذه الموازنة خارجين عن القانون الذي يسمح لنا بالتعامل في الموارد وفي الإيرادات المالية سواء التي ستأتينا أو الموجودة التي نتعامل بها. نعم. طيب دكتور رافع، هنا قضية خطيرة جدا. في الوقت الذي وعدت الرئاسات الثلاث بتخفيض نفقاتها وامتيازاتها في السنوات القادمة من أجل تخفيض الكاهل على الموازنة، اليوم تضاف فقرة جديدة بتخصيص 350 مليون دولار سنويا إلى البرلمان، بما يعادل 30 مليون دولار شهريا للمرتب دون المرتبات، يعني عدا المرتبات أكو 30 مليون دولار تضاف، يعني ما يكبد العراق خسائر كبيرة. ألا تعد هذه الموازنة تقاسم الموازنة ما بين السياسيين وكأنه ورق لعب؟ ما هو من البداية هم قبل أن يطرحوا قانون الموازنة هم اتفقوا عليها. نعم. هذه جزء من المحاصصة، مثل المحاصصة في الكراسي في المناصب. نعم. المحاصصة في الأموال في الموازنة أيضا، هذه لي وهذه لك وهذه علينا وهذه لك وهذه هكذا. نعم. تم يعني الاتفاق على هذه، متفق عليها من البداية قبل أن يطرحوها. وهذه النقاشات التي جرت في البرلمان، هذه النقاشات ما أدري ذر الرماد بالعيون لا أعرف، لكن هي كل القوى السياسية التي في العملية السياسية متفقة على هذا الموضوع. ربما بعض الأطراف الضعيفة القليلة جدا، نعم، من يسمون نفسهم مستقلين أو كذا، ربما اعترضوا هنا واعترضوا هنا، أو هذا الطرف شاهد أنه يعني شوية جوي عليه أكثر من اللازم أخذوا من عنده راحت، هكذا الحقيقة. نعم. لكن واقع الحال هم متفقين على كل هذه التفاصيل. هذه الموازنة لم تخرج إلا بعد الاتفاق، اتفاقات مسبقة، محاصصات، قسموا كل شيء قبل أن يخرجوا، فبالتالي هذه النتيجة هي اللي نتكلم عنها. الحديث الآن عن أنها مثل ما يتحدث واحد من مستشارين رئيس الوزراء الحالي يقول أنه هذه عنوانها بناء وأعمار وتنمية، كذبة كبيرة الحقيقة. طيب. لأنه مثل قضية السلف اللي حضرتك الآن. نعم. قبل شوية ودكتورة هداب يعني تحدثت عنها، هم بالبداية قالوا أنها سلف المواطنين وناس مستلفيها، عندما يعني كثر الحديث عنها خرجت وزارة المالية قالت هذه لوزارات ومؤسسات. لماذا قالوا ذلك؟ لماذا؟ لكي يذهبوا إلى مشاريع وهمية وكذب ويقيموها تقييم آخر. يعني هذا الجسر، هذا المجسر اللي مسويه كلفته مليون دولار، قد يقولوا لك هذه كلفته كانت مليار دولار، هذا الطريق عبدناه وما أعرف شنو سوينا هنا، ما أعرف شنو مطار عتيق. نعم. هو كله ب15 مليون، هذا سويناه ب9 مليار. وهذا سؤال وهكذا. دكتور، فبالتالي يطلعوا لك المبلغ المئة مليار أو المئة وعشرين مليار. نعم. اللي هي سلف، هذه يجب أن تطفى لأنه هي سوينا بها مشاريع وانتهت القضية. طيب. وطفيناها، بينما هي سرقات واضحة وشرعنا للفساد فعلا. طيب. لأن واقع الحال يشير إلى أنه 120 مليار دولار، بحدود 120 مليار دولار أين ذهبت؟ وما الذي يعني 120 مليار دولار على أي بلد تضعها؟ لازم تحدث أثر نهضة وبناء يعني واقع الحال على. نعم. الأرض يجب أن ترى شيئا، هذا ما ترى شيئا. طيب يعني دكتور اسمح لنا في دقيقة ونص دكتورة هداب في آخر سؤال، ماذا لو ازداد العجز المالي في السنتين القادمتين 2024 و2025؟ ما هو مصير الاقتصاد العراقي في دقيقتين لو سمحت؟ نعم يعني رح نكون أمام مشكلة جدا كبيرة، سوف لا نستطيع أن نعمل على حل هذه المشكلة، وبالتالي ستزداد الديون وتزداد علينا مشكلة الاقتراض، والاقتراض أيضا قد لا نجد هنالك جهات في بعض الأحيان سواء داخلية أو خارجية تعمل على أقراضنا. نعم. لأنه حساب سداد الدين وبالتالي الفوائد عليه قد لا يستطيع العراق إيفائه. نعم. نشكرك شكرا جزيلا الدكتورة هدى فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية، شكرا لوجودك معنا. وأيضا نشكركم الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث في الشأن السياسي، نشكركم الشكر الجزيل على إيضاحاتكم ووجودكم. نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا، ونلتقي في حلقات أخرى. إلى اللقاء.